السودان بالنسبة لمصر هي أمن قومي، واستقرار السودان هو يعني سياسة خارجية مستقرة وثابتة بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية. كيف تصف أهمية السودان، أهمية استقرار السودان بالنسبة للدولة المصرية؟ لا، السودان هي عمق الأمن القومي المصري منذ أمد طويل ومنذ يعني عقود وملايين السنين. السودان تعد امتدادا طبيعيا لمصر، ومصر لم تتخلى عن دورها تجاه السودان، ومصر تاريخيا لم يعني تبتعد في أي فترة من فترات، حتى في فترات الخلاف السياسي بين البلدين لم يكن هناك يعني مجال لهذا التراجع فترة طويلة، نظرا ل يعني الترابط الوثيق بين شعبي وادي النيل، إلى جانب أن المصالح المشتركة بين الشعبين المصري والسوداني تستلزم أن يكون الموقف المصري من السودان موقف واضح. ومصر لم تتخلى يوما عن دعم السودان، ولنا في الفترة الماضية يعني سبيل المساعدات التي أرسلت من جانب مصر عندما كان يتعرض السودان لأزمات كالفيضان الذي شهدناه منذ أكثر من عام. شرعت مصر بإرسال مساعدات الإنسانية والإغاثية إلى السودان، إلى جانب المواقف المصرية التي يعني دائما وأبدا مصر تدعم السودان في الكثير من المحافل الدولية والإقليمية، إلى جانب مد يد العون إلى الأشقاء في السودان. يعني مصر لم تتخلى يوما عن دورها الأخوي والإقليمي تجاه شقيقتها السودان. الأستاذ صلاح مغاوري، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة. إذن